خالد، الدرس المستفيد من الرحلة كلها ان الواحد برضو هي فكرة الرهان، بس المرة دي ان الرهان على اللي الواحد حاسه ومصدقه صادق فيه، لان زي ما قلت من شوية انا فارق لي جدا كل الحكايات اللي انا بعملها تكون حكايات شبهي وشبه الناس اللي انا عايش وسطهم وعايش حواليهم بالرؤية والطرح اللي انا عايز اقوله، مش مجرد ان انا بعمل فيلم وخلاص، انا عندي وجهة نظر معينة وعندي رؤية معينة، هي دي اللي انا عايز اقولها او احكيها عن الناس فهعملها. ده شوية يمكن لما الواحد بيحس في الاول خالص كاول خطوة دي ان بيكون قدامه عقبات او بيكون قدامه حاجة بتمنعه من تحقيق ده، او بيلاقي ان اللي حواليه بيشككوه في ده، ده في الاول بيكون مربك شوية وبيكون الواحد عنده كتير شكوك في نفسه وفي اللي هو عايز يقوله، بس في الاخر لما ده بيترجم او بيتعمل وبيطلع في الاخر المنتج النهائي او العمل الفني بيخلص يعني، والواحد بيشوف استقبال الناس ليه قد ايه هم حاسين بيه او قد ايه هم مصدقين ده، فده بالنسبه لي كانت اكتر نقطه مهمه جدا بالنسبه لي او درس مستفاد من الموضوع، ان انا لسه هفضل مكمل على اللي انا حاسه واللي انا مصدقه، وان انا احكي حكايات عن الناس اللي انا شبههم او هم شبهي بالرؤيه والطرح اللي انا مصدقه، بس مش هعمل اكتر من كده يعني. دي كانت اكتر حاجه بتاكد لي ده. احمد بهاء، هل انت اكيد لازم عندك دروس مستفاده مختلفه؟ عندي. دول دي شغلتهم. لا عندي دروس مستفاده، هي ان الفن الحقيقي مش لازم يكون مربوط بفلوس كتير خالص ولا انتاج ضخم خالص، وان بلدنا فيها فنانين كتير جدا يا جماعه، جامدين جدا، ممكن يكونوا مش ظاهرين يعني، ممكن يكون الحسيني ورشا وخالد قدروا ان هم يوصلوا لده بشكل ما، لكن في ناس كتير جدا موجودين، وبقيه الكرو اللي معانا كلهم فنانين مش عاديين يعني، سواء احمد طارق بيومي دي او بي، فنان بيرسم الفريم، بيرسمه كلوحة، صح صح. احمد مصطفى موسيقى وموجود هنا النهارده، المزيكا اهو اهو. طب اسكتوا محيين الاول. احنا معانا اسف احمد ده مصطفى، معانا ناردين ايهاب مصممة الملابس. اهلا يا ناردين. معانا نادين سهيل مساعدة مخرج. اهلا يا نادين، مبروك، الف مبروك. بس هو ده، والفن دايما بيعتمد على فكرة حلوة، ده اهم حاجة في الموضوع. حبيت التمثيل يا احمد؟ حبيته بس مش مع اي حد، مش مع اي مخرج، مش مع اي حد وخلاص يعني. انا حبيته لو هيبقى حاجة قصة حدوتة حلوة، ما اقرا السكريبت وما ما 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 اقدرش اسيبه غير ما اكمله بيه، هي دي الطريقة اللي أنا هبقى حابب إن أنا أمثل. لو أيوة طيب، بس يعني ممكن ياخدك شوية من المزيكا وشرموفرز؟ ياخدني منها؟ لأ أكيد لأ، لأن أنا ده بيبي بتاعي يعني، والموسيقى دي ده زي ما بتنفس وكده، أنا لو ما بطلعش المسرح فترة طويلة بتعب نفسيا يعني.